المشاورات الوطنية المنظمة من طرف الوزارة ديال التربية والتعليم بشراكة مع مقاطعة دبليوت، وهذه تبعا للتوجيهات السامية الملكية للملكنا الله ينصرو. هذه المشاورات هذه الهدف منها هو الخروج بخلاصات وتوجيهات من طرف المسؤولين المحليين للنهض وتنمية التربية الوطنية والمؤسسات التعليمية في المغرب بصفة عامة وفي المقاطعة ولا في محليا بصفة خاصة. احنا كمنتخبين في مقاطعة سيدي بليوت وفي عمالة أنفا، وكنشكر من هذا المنبر السيد العامل اللي كيدير مجهودات كبيرة وكبيرة جدا باش يساعدنا في المهام ديالنا، وأنه دائما حاضر في هاد اللقاءات للتشجيع بصفة عامة. إذا احنا في هامش هاد المشاورات الوطنية وقعنا واحد البروتوكول اتفاقية ديال مقاطعة سيدي بليوت مع المديرية الإقليمية ديال أنفا باش نهضوا بالتعليم الوطني ديال التربية الوطنية، وباش نحسنوا من لا كاليتي ديال هذا التعليم هذا مجموعة من الأشياء، من بينها المشاركة في مجموعة من التظاهرات، تشجيع التلاميذ، تزويد المدارس والمؤسسات مجموعة من المعدات، تنظيم بعض الورشات وبعض الندوات باش نحسوا التلاميذ وباش نساعدوا الأطر على القيام بالمهام ديالهم. دونك هادو مجموعة من المسائل اللي غادي نقوموا بها في إطار هذه الشراكة، وكنتمنى أن هاد الورشات ديال المشاورات الوطنية توصل الأهداف ديالها إن شاء الله اليوم، ونخرج بخلاصات مهمة، وحنا بدورنا هذه الاتفاقيه هذه غادي تجعلنا حنا كفاعلين محليين اننا حنا نشاركوا في هذه المسائل هذه، وننميو ان شاء الله التربيه الوطنيه ديالنا على الصعيد الوطني وعلى الصعيد المحلي خاصه. تنظم اليوم المديريه الاقليميه بالدار البيضاء انفا بفضاء ايدو انفا اللقاء الترابي لعماله مقاطعه الدار البيضاء انفا. هذا اللقاء الذي يتراسه السيد عامل عماله مقاطعه الدار البيضاء انفا وبحضور السيد مدير الاكاديميه الجهويه والسيده المديره الاقليميه، الى جانب مجموعة من الفعاليات وحضور وازن المنتمي لمجموعة من القطاعات، يعني قطاعات حكومية غير حكومية، مستشارون، ممثلي أو رؤساء المقاطعات، ممثلي الناس المنتمي للعالم ديال المال والأعمال والأبناء كل قطاع الخاص، بالإضافة إلى الناس اللي منتمين واللي كيشتغلوا في القطاعات أو الميدان الثقافي والفني والرياضي إلى غير ذلك. الهدف من هذا اللقاء هو خلق دينامية وتعبئة مجتمعية شاملة عبر سلك مقاربة تشاركية من أجل إغناء المنظور ديال المدرسة، أو من أجل يعني رسم واحد الملمح لمدرسة الغد اللي كنتمناو أنها تكون مدرسة كتحقق الجودة. وهذا هو المشروع اللي كتشتغل عليه وزارة التربية الوطنية عبر تحديد أولويات من أجل يعني إرساء مدرسة صلبة، مدرسة مغربية كتنتج لنا مواطنين صالحين. الشأن التعليمي هو شأن الجميع، وهذه هي في حقيقة الحضور ديال اليوم كيدل على أن الجميع هو مهتم بهذا الشأن ديال التعليم، وأنه غيشارك بصفة فعالة في إعطاء التصور، لا من خلال الورشات ولا من خلال المناقشة ولا من خلال العروض. هذه التعبئة المجتمعية طبعا كتجي كتبين على الالتزام ديال هاد الناس كاملين، ولكن جاتنا في النص عليها القانون الاطار 51/17 اللي اصر على ان يعني الاصلاح والمشاريع الاصلاحيه اللي جا بها 18 هي مشاريع الزاميه واللي غنشتغلوا بها، وخارطه الطريق جات على اساس انها كتحدد الاولويات ديال الاصلاح. والحمد لله بالقانون الاطار اليوم شفنا بان اون ديجا دي بيلون تري بوزيتيف، وبخارطه الطريق ان شاء الله وبهذا الاغناء ديال هذا التصور ان شاء الله غيكون عندنا مدرسه ذات جوده. لقاءات تشاوريه اللي كتنظمها وزاره التربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي، هدفها هو ترتيب الاولويات، هو اغناء خارطه الطريق اللي قدمتها وزاره التربيه الوطنيه واللي كترتكز على الجوده للجميع.
الهدف هو الاستماع لكل شرائح المجتمع، لكل المتدخلين سواء من داخل المنظومة أو من خارج المنظومة، من أجل تقديم تصور، من أجل تقديم مقترحات نبعة من الميدان، نبعة من على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، من أجل إغناء هذه الخارطة اللي كترتكز على الجودة وبطبيعة الحال، من أجل تقديم مقترحات عملية لكل المتدخلين مع التزام كل الأطراف حول مدرسة الجودة. المقاربة مهمة جدا اللي تم التنويه بها خلال كل الورشات وكل اللقاءات اللي تنظمت على صعيد جهات الدار البيضاء سطات، وأظن على مستوى كل جهات المملكة، لأنه هي مقاربة تمكن يعني كل مغاربة من إبداء الرأي، وبطبيعة الحال مقاربة سليمة ستمكن لا محالة من اعتماد كل خصوصيات الجهات، الخصوصيات المحلية، مع الارتكاز على كل ما يمكن أن يقدمه الشركاء للمدرسة العمومية.